نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول أهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. إذا بقي شيء مهم مما يتعلق بنصيحة إخواننا فإنها نصيحة لجميع إخواننا أهل السنة. نعم بقي شيء مهم وهو السيف البتار الذي استعمله أهل السنة، أنهم لا يحضرون محاضرات المبتدعة. هذا قصم ظهورهم، هذا قصم ظهورهم. أنصحوا إخواني في الله جميعهم، وقد نصحت بعض الإخوة بالإمارات والحمد لله عملوا بهذا، ألا يحضروا محاضرات، ألا يحضروا محاضرات المبتدعة، وألا يحضروا مجالسهم ولا حلقاتهم، فإنها حلقات زور ومحاضرات تلبيس، والله المستعان.